إذن من بلاد القبط لتكون أقرب المقربات بقرابة الولاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مرة دخلت لبيت أحد أخواننا الدعاء كاتب آية بخط جميل جدا في صدر الغرفة، والله أيها الإخوة حينما قرأتها شعر جدا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني إذا الله عز وجل أكرم إنسان بالعلم وعرفه بذاته وعرف سر وجوده وغاية وجوده وعرف حقيقة الحياة والكون وحقيقة الإنسان وأن أثمن شيء هو العمل الصالح وأن الحياة فانية وزائلة وأن الجنة هي الحياة الحقيقية، هذا الذي يعلم هذه الحقائق أغنى الأغنياء. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله جل جلاله أعطى الذين يحبهم العلم والحكمة، أما الذين لا يحبهم أعطاهم المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أعطى المال لمن لا يحب، أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون قال أنا ربكم الأعلى. أما الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟ العلم والحكمة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لأن العلم حارس. أيها الإخوة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن تمتلك الحكمة أنت أغنى الأغنياء، أقوى الأقوياء، أسعد السعداء، أكرم الكرماء. أما من دون حكمة، الإنسان بالحكمة يصلح الفاسد، بالحمق يفسد الصالح. وكانت هذه المولاة مشغوفة برسول الله، كما كانت هاجر مولاة إبراهيم مشغوفة بإبراهيم، وكانت ماريا أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله منها غلاما اسمه إبراهيم تيمنا بأبيه إبراهيم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم؟ وقد علمت ماريا الشيء الكثير عن هاجر التي سبقتها بقرون إلى بلاد الحجاز، بلاد الله الآمنة الطيبة المباركة، فطافت نفسها أو ساقت نفسها لزيارة تلك الأماكن المقدسة الطاهرة لتحيي في نفسها معالم الوفاء والإخلاص، وألفت أن تخلو بنفسها لتستجمع صورة الماضي بواقع الحاضر. يعني كيف أن هاجر عند نبي الله إبراهيم، ماريا عند نبي الله محمد، وكيف أن هاجر لها ابن اسمه إسماعيل وهي لها ابن اسمه إبراهيم. وكانت رضي الله عنها سواقة لأن تصبح أم ولد ليكون لها شرف الذرية من محمد كما كان لهاجر شرف الذرية من إبراهيم عليه السلام، في تشابه. وهاجر مصرية، هاجر مصرية وزوجة سيدنا إبراهيم ولها منه إسماعيل، وماريا مصرية أصبحت بعد أن أنجبت أم ولد زوجة رسول الله ولها منه إبراهيم. وتمضي الأيام طاوية ذكريات الأمل المتجدد في نفس ماريا حتى آذن الله لها بالحمل مع رسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت إبراهيم. وقد حقق الله أمنيتها فولدت بابن رسول الله الذي سماه باسم أبيه الكبير إبراهيم عليه السلام. نالت في ذلك بغيتها
وتحققت رغبتها وكانت لها بذلك الحظوة الكبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصبحت أم ولده الذي أعتقها من الرق وسمت منزلتها لتكون في مصاف أمهات المؤمنين. فيا لها من مكانة عالية. الحزن خلاق، أحيانا الحزن يفجر البطولات، الحزن يدفعك إلى باب الله عز وجل. سعدت هذه الزوجة الطاهرة أن تهب للنبي عليه الصلاة والسلام الولد من بعد خديجة التي لم يبق من أولادها سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قبل ماريا بالكثير، غير أنهن لم ينجبن الأولاد. تقول أم المؤمنين عائشة: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماريا، ذلك أنها كانت أسيرة عند رسول الله، وأنزلها أول ما قدم بها في بيت الحارث، بيت لحارث بن نعمان، فكانت جارتنا، فكان عامة الليل والنهار عندها، فجزعت، وكان عليه الصلاة والسلام يؤثرها ويحبها. وفي رواية: ثم رزقه الله منها الولد وحرمنا منه. ولكن ماريا لم تطل سعادتها سوى عامين بل أقل، حيث قدر الله تعالى ألا يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، فكانت الفاجعة الأليمة أن توفى الله ولدها الوحيد إبراهيم، فقضى إبراهيم نحبه وبقيت أمه من بعده فتلى أبد الحياة. يعني لحكمة بالغة 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 لم يبق من ذرية النبي ذكورا، هذا أب نبيلا وليس معصوما، فإذا أخطأ انتقلت البغضاء إلى أبيه، هي مشكلة كبيرة جدا. لذلك لحكمة أرادها الله لم يكن من ذرية النبي الذكور، بل كنا الإناث. بلغ إبراهيم قرابة العامين من عمره، مرض فصار فؤاد أمه عليه، فأرسلت إلى سيرين خالة إبراهيم لتقوم على تمريضه وطلب الدواء له، وتمضي الأيام والطفل لم تظهر عليه بوارق الشفاء، فخافت عليه أكثر فأكثر، حتى إذا اشتد عليه المرض أرسلت إلى أبيه النبي فجاء ليرى ولده. قال: أنا لقد رأيته، أي إبراهيم، وهو يجود بنفسه في النزع الأخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت عينا النبي فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا عليك لمحزنون. تعليق لطيف: حينما يصاب الإنسان بمصيبة ليس ممنوعا أن يتألم، وإلا ليس من بني البشر، الممنوع أن يعترض، الممنوع أن يرفض، الممنوع أن يتهم الله عز وجل، هذا الممنوع. أما كل واحد منا إذا مات ابنه يتألم، إذا خسر عمله يتألم، إذا أصابه مرض يتألم، فالألم لا تؤاخذ عليه، ولكن الذي تؤاخذ عليه ألا تفهم الحكمة، أن تعترض، أن تلج، أن ترفض. فالنبي قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب،
وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. يقول أنا ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله. وهي درس لنا جميعا، مقامك عند الله بقدر رحمتك لأولادك. أنا والله أتمنى أن يكون كل بيت من بيوتات المسلمين جنة، والإنسان قد يعيش في جنة بين أولاده وأهله من دون مال كثير. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، سعوهم بأخلاقكم، الابتسامة واللطف والمودة والدعاء أحيانا والاستئناس والمعاونة والاعتذار، هذه تخلق جو رائع. فلذلك نجاح الإنسان في زواجه نجاح كبير جدا، أنه أحد أسباب نجاحه في حياته العملية. ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد رأى النبي يقبل ابنه، قال والله يا رسول الله ما نقبل أولادنا. قال له وماذا أملك لك إن نزع الله لك من قلبك الرحمة. يعني أهم شيء العناية والود والحب بين أفراد الأسرة الواحدة. كان إبراهيم ابن النبي مستربعا في عوالي المدينة، يعني مثلا بيت النبي هنا وابنه إبراهيم يربع في بيت فرضا بالمخيم بالأدم بعيد في الطرف الثاني. كان إبراهيم مستربعا في عوالي المدينة، وكان النبي ينطلق مع أصحابه فيدخل البيت الذي فيه ابنه إبراهيم، وكان ضئره يعني زوج مرضعته قينا حدادا، والبيت كله دخان، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. كان عليه الصلاة والسلام ينطلق مع أصحابه من طرف المدينة الأول إلى طرف المدينة الثاني ليحمل ابنه ويقبله ويرجع. من شدة رحمته بأولاده وعطفه عليهم وحبه لهم. ولما شاع خبر وفاة إبراهيم حصل كسوف للشمس، واضح مش للشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الموقف العلمي، أنا قبل سنتين كنت في عمرة وأنا في مكة المكرمة سمعت خبر تكرر كثيرا أنه بالمدينة في أنوار ساطعة إلى السماء، هذه أنوار النبي. هكذا سمعت خبر تكرر. فلما قدمت المدينة في أحد الأيام بين المغرب والعشاء في درس علم يعني جيد جدا، قلت إجلس مع الدرس. انتهى الدرس فقال المتكلم العالم الجليل، قال أنبأني أمير المدينة أن هناك يعني مشروع تزييني للمدينة عن طريق أشعة الليزر، ترسل هذه الأشعة إلى الفضاء بشكل حزم يعني بعد عن بعد 200 كيلومتر تراها الطائرات هنا المدينة. ففي مكة التفسير أنه أنوار النبي دائما ليكن موقفك علميا. سيد الخلق طبعا أي إنسان إذا مات ابنه والشمس خسفت يعني إذا مصلحت مكانته بين إخوانه المظلوم طبعا 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 خسفت لموت ابني تزداد مكانته كثيرا. لكن النبي أمين، أمين على هذا الدين، أمين على الحقيقة. هي ليست حقيقة. جمع أصحابه
وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت واحد من خلقه ولا لحياته، فإذا رأيتم الشمس قد خسفت فصلوا وادعوا الله عز وجل، ما له علاقة بذلك. هذا الموقف العلمي، وما في دعوة تنجح إلا إذا كان أسلوب علمي. تعريف العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل، فإذا ابتعد الوصف عن الواقع صار جهل. لذلك قالوا من بعض التعريفات المعقدة للعلم علاقة بين شيئين مقطوع بها تطابق الواقع وعليها دليل، علاقة بين شيئين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. لو أن هذه العلاقة ليس مقطوعا بها لكانت ظنا أو شكا أو وهما. الصحة في الوهم 30%، والصحة في الشك 50%، والصحة في الظن 80%، أما القطع 100%. علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها تطابق الواقع، فإن لم تطابق الواقع كانت جهلا، عليها دليل، فإن لم تأتي بالدليل كانت تقليدا. فالعلم ليس جهلا ولا تقليدا ولا وهما ولا شكا ولا ظنا، العلم قطعي مطابق للواقع عليه الدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلم والدين يتطابقان حتما، لأن الدين وحي من عند الله، والعلم قوانين مستنبطة من خلق الله، والمصدر واحد. لذلك أحد كبار العلماء قال لا بد من تطابق المنقول مع المعقول، لا بد من تطابق صحيح المنقول مع صريح المعقول. قد يتعارض النقل الضعيف أو النقل الموضوع أو التفسير المغلوط للنقل مع العلم، قد يتعارض نقل ضعيف أو نقل موضوع أو تأويل للنقل غير صحيح مع العلم، أو قد يتعارض النقل الصحيح مع نظرية لم تثبت صحته. أما صريح المعقول لا بد من أن يطابق صحيح المنقول قولا واحدا. بالجبل عنا بالأربعين، يعني كل ما بيأتي زائر يدخل المغارة بيلاقي نقطة ماء تنحدر من سقف المغارة، ما هذه النقطة؟ بكاء الجبل على قابيس. قال لي مرة أخ وأنا هناك الإطلاع حصل كيف ما يفوق خلصه. في حفرة برأس بسطح المغارة تتسع لسنشة ماء، أي ترشح نقطة وراء نقطة. فبيجي الزائر بلاقي جبل عم يبكي، هذا يبكي على موت قابيل. أحباب في الله خليك موفق علمي، والحق الذي أنت مؤمن به لا يخشى البحث، لأنه علم ولا يستحيا به، أنه كلام الله عز وجل، ولا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ ولا أن تقلل، الحق هو الله. فما كان من ماريا إلا أن اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون.
وبقيت مارية صابرة راضية بقضاء الله وقدره حتى نزل بها الخطب الجلل ألا وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساها ذلك حزنها على ابنها إبراهيم، وبقيت على العهد الذي كانت عليه في حياته حتى جاءها أجلها في عهد عمر سنة 16 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وقد حفظ الصحابة لمارية مقامها كما حفظوا وصية رسول الله في قومها مع الوصية. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، وهو من أجزاء الدينار والدرهم، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة أي حرمة ورحمة. لأن ماريا منهم أمرهم أن يحسنوا إلى أهل مصر كافة، فإن لهم ذمة أي حرمة ورحمة لكون أم إسماعيل منهم، أو قال ذمة وصهرا لكون مارية أم إبراهيم منهم. وجاءت معجم البلدان لياقوت الحموي أن الحسن بن علي رضي الله عنه كلمه معاوية بن أبي سفيان لأهل حفن قرية مارية، حفن قرية من قرى مصر، في هذه القرية ولدت مارية. فلما جاء عبادة بن الصامت إلى مصر وفتحها أعفى هذه القرية من كل خراج عليها إكراما لزوجة نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذه مارية. على كل هناك دروس كثيرة جدا تعلمناها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيال من كل إنسان، وأنت رحمت في عيالك بقدر إيمانك. هناك آباء يعيشون لأولادهم، وهناك أمهات يعيشن لأولادهم، وأن أكبر شهادة ينالها الرجل والمرأة أولاده الصالحون، الأكبر شهادة، والولد استمرار، والولد صدقة جارية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.